فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية، هل كل نبأ يجب التبين فيه؟ فاسق، يقول الله جل وعلا: إن جاءكم فاسق. إذا كان الذي جاء بالنبأ فاسق فلا بد من التثبت، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم.